أهلا بيكم. يا ترى إحنا فاهمين الكنترول بتاع الترومبات الـ A7VO؟ النوع ده من الترومبات بيركب عليه أنواع مختلفة من الكنترولر. وفي الفيديو السابق احنا شرحنا ال LR وال LRD، وهنبتدي دلوقتي في طبعا احنا قلنا ال LR هو ده اللود الكونستانت باور. كلمة ال LR اسمها كونستانت باور، يعني البامب طول الوقت بتسحب باور ثابتة من الانجن باختلاف الضغط او الفلو اللي خارج من البامب. فباستمرار التناسب عكسي ما بين الضغط والفلو، لو الضغط زاد الفلو يقل والعكس بالعكس، لو الضغط بيقل الفلو بيزيد. يعني الترومبة بتبدأ في بداية التشغيل من المينيمم وبتبتدي من الماكسيمم فلو بتاعها والماكسيمم انجل بتاعتها، وبعدين كل مع زيادة الضغط التشغيل الترومبة بتتحرك إلى وضع زاوية أقل من الماكسيمم according للقيمة بتاعة الضغط التشغيل اللي موجود. يبقى هنا التعديل البسيط في النوع ده من الترومبات اللي قدامنا حاليا، زي ما انتم شايفين ان مكتوب LRG. LRG كلمة معناها ريموت، يعني طبعا دي لغة، المفروض دي حاجة لغة ألمانية، هي الكلمة دي ريموت، يعني التأثير بيجي من الخارج، في تأثير لل LR بيجي من الخارج، وعشان كده لازم يكون لها خط خارجي اللي هو عندي هنا X3. هنا هنكبره شوية عشان نفهم القصة دي كويس. التأثير هنا مش ال LR دي، ال LR وال LR دي، ال X3 هنا بتبقى متطببة مقفولة، لكن في الوضع ده التأثير بيجي ايه؟ خارجي. يبقى انا لو غيرت في قيمه اكس ده بايلوت بريشر بيجي هنا بيغير في القيمه، هيغير لي قيمه الانجل بتاع البام، لكن هو الكنترولر الاساسي بتاعها ما زال هو الكونستانت هورس باور كنترول اللي هو فيه الفورك، زي ما انت شايف قدامك الفورك واضحه قوي كده، ده نقطه الارتكاز، والزاويه ديت معناها لو البلانجر اللي جوه اتحرك زق الجزء ده، زق الفرك هنا، يبقى الفرك بطبيعة الحال هتخش على البروبورشنال كنترول فالف اللي هو ده يعتبر بروبورشنال كنترول فالف، بيتحرك نسبيا على حسب القيمة اللي الضغط اللي جت هنا هيتحرك، يبقى القوة اللي هنا بنفس الطريقة هتأثر على دوت، يبقى هنا هيعادل الضغط اللي هو التشغيل اللون الأحمر دايما هو ضغط التشغيل، يبقى هيعدي قيمة معينة منه هتخش هنا هتعمل لي هيتحول، يبقى هيعمل تناسبي، دي حركة بروبولشنال، ده بروبولشنال فول، يعني باستمرار هيبقى في وضع الحركة المستمرة على حسب ضغط التشغيل، هيفتح لي زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، قلنا ده لو 200 ده هيبقى 80، سي ان هو يبقى بقيمة معينة هتعدي دي، يبقى ده اسمه الكنترول بريشر. الكنترول بريشر بيجي يمشي يخش هنا بيخش الجزء دوت، الجزء ده عامله ليه؟ ده بروبورشنال تاني، عامله ليه؟ عشان يستخدم المؤثر الخارجي. يعني هي البامب بدون المؤثر الخارجي اللي هو هنا هي بتديه ثابتة عند باور معينة. واضح من الشكل اللي قدامنا ان هنا في الرسمة اللي قدامنا
هو حط هنا سمى البورت اللي هو بيأثر ده سمى اكس واحد، هو هناك في الشكل هناك سميه اكس ثلاثة، ده ما تفرقش، سماه هنا اكس واحد. اكس واحد لما بيتفعل، لو شايف لما بيتعاون باللون البرتقاني على ضغط كنترول بيجي يحرك البلف، بيغير الانجل بتاعة البلف على طول كده. والبريشر كنترولر ده شغال، الكونستنت باور كنترول ده شغال زي ما هو، لكن الشكل ده بيوضح تأثير إن في مؤثر خارجي من بره جاي بيأثر على البلف ده، بيغير في السيتنج بتاع البامب اللي قدامنا. ده بس شكل توضيحي، لا علشان نعرف بيه الحكاية دي. دلوقتي بعد ما اتكلمنا على أنواع الكنترولر اللي ممكن تركب على البامب اللي هي A7VO، ومنها واحنا بنركز النهارده على ال LRG. ال LRG اللي هو يقصد بقى بالجي هنا، ده من واقع المانيوال بتاع البامب دي، من ال يقصد بالجي ريموت بريشر كات اوف. ريموت بريشر كات اوف ممكن تطبيقه ان البامب ممكن الناتج، احنا قلنا الرينج الوركينج بريشر بتاعها او الحد مثلا 350 بار، الستارت اوف كنترول ممكن يبتدي من عند 50 بار الى لحد 350 بار. طيب افرض انا مش عايز اشتغل القصه دي كلها، انا عايز اشتغل اقل من ايه، من 350 بار، فبيركب فالف خارجي بريشر كات اوف فالف اللي هو بيدي الاكس 3، مثلا عايزها تشتغل ايه 315 بار، تشتغل عايزها 250 بار عايزها. فانا بعمل سيتنج للفالف، الفالف ده اسمه سيكونس فالف، بيركب سيكونس فالف، يا اما هو بقيمه ثابته زي سيكونس فالف زي الطراز اللي موجود قدامكم دوت اللي هو دي زد 5 دي دي بي 2 وهكذا، ده الديزاينيشن بتاعته. او ممكن يكون حتى البلف السيكونس ده هو الفاريبل، يعني ممكن في اشاره لتغير السيتنج بتاع الايه البريشر سيكونس فالف، اذا انا هقدر اعمل كاتوف للبامب عند ضغوط مختلفه مش قيمه واحده فقط. لو انا ظبطه، لو الطراز اللي هو موجود حاليا ده وده الرسمه بتاعته الشكل بتاعه السيمبول بتاعه اهوت، ده قيمه ثابته اهو، انا ظبطته على قيمه ثابته خلاص، انا بقول له 315 بار خلاص، 300 بار خلاص، 250 بار، انا بظبط من هنا القيمه اللي عايز البامب تمور عندها. يعني ايه البامب تمور عندها؟ يعني البامب باك تو مينيمم لما توصل القيمة ديت، لما توصل القيمة ديت هي في إمكانها تشتغل لحد 350 بار، لكن أنا عايز الدايرة بتاعتي اللي أنا بشغل فيها البامب ديت أنا عايزها تشتغل فقط عند ال 250 بار. يبقى أنا هظبط الكات أوف ده اسمه ريموت، لأنه هو خارج البامب، ريموت كات أوف أهوت، ممكن يبقى بالشكل دوت بره البامب خالص، ده قطعة لوحدها مستقلة تمام بتتشير لوحدها، يعني بره البامب، يعني ما هيش جزء من البامب لوحدها خالص زي كده، بخلاف الرسم القطاع اللي في الأولاني اللي احنا شفناه في الأول، هو جزء بيبقى داخل جوه البامب نفسها، يعني في سيمبل هنا يعني زي ده، في سيمبل تاني تحتيه ده الكات اوف، بس ده انسايد جوه البامب، لكن في الرسمة اللي قدامنا هنا الكات اوف خارج البامب، وده قيمة ثابتة. طب ممكن القيمة دي متغيرة، إيه لو أنا ما لو اشتغلته مثلا بروبولشنال ولا حاجة، ممكن أغير في قيمة السيتنج هنا، يبقى أنا هقدر أحصل على ضغوط مختلفة من هنا. بداية الستارت أوف كنترول بيبتدي من يعني أقل من 50 بار مفيش كنترول، من أول 50 بار يبتدي الستارت أوف كنترول، وده الكيرف بتاع إحنا قلنا الهايبرابوليك كيرف اللي هو الكيرف بتاع القدرة الثابتة اهوت او الباور الثابته، هيوصل حد 315 القيمه السيتنج اللي انا عامل عليها البلف ده، يجي يقطع
يفصل هنا يمور لي البمب. خلاص يبقى هي دي القيمة اللي عندها الدواء. طب القيمة اللي هنا كام؟ الفلو بتاعت الكات اوف فالف اهي المينيمم تنزل هنا لتحت، يبقى هي القيمة اللي هنا بدل المينيمم فلو اللي ممكن نطلع بيها من البمب. طب لو هي ال ار بس، ده السيمبل بتاعها اهو، دي طبعا ما فيش اي الاكس 3 زي ما انت شايف متطببه مقفوله تماما اهي، اكس 3 كلوزد مقفوله تماما. هنا اكس 3 كونكتد، واخده منين؟ من سيكونس فالف. سيكونس فالف بياخد منين؟ واخد من ضغط التشغيل اهو، يدخل يتعاير هنا بالقيمه اللي هو عايزها. اول ما يوصل لل 250 بار، وافرض انا ظبطت على 250 بار، عندي ال 250 بار فوق هيفتح لي الدايره دي. لما يفتح هنا بيجي مباشره داخل على السلندر التوجيه ممور لي البمب بتاعتي. ده فايده الايه؟ الريموت كنترول، ان انا بقدر اتحكم فيه واتحكم في لكن مش هيأثر في ما زالت البامب تحت الكيرف بتاعها، ما زالت البامب شغاله بالكيرف بتاعها، الستاندر بتاعها شغاله بيه عادي خالص، ما ملوش اي علاقه في تغيير او يرفع الكيرف، يرفع الباور او يقلل الباور، لا هو ليه بيأثر على قيمه الضغط الاعلى، قيمه اعلى ضغط في الدايره ديت اللي راكب فيها البامب ديت. خلاص. طب ليه بيستخدموا كده؟ عشان البامب ما بيشتغلش بضغوط عالية بدون داعي، ملهاش أي لازمة، أول ما أوصل لضغط التشغيل هتمور البامب، يبقى أنا كده هوفر، هعمل باور سيفنج للإنجين، ما يبقاش محملة البامب. طبعا لما تسويفل باك تو مينيمم يبقى مش هتسحب من الإنجين باور عالية جدا، يا دوب هتبقى برضو هي أنا عندي نفس القيمة يعني. ديت بالنسبة للجزئية بتاعت الباور، وحبيت أوضحها بالشكل دوت عشان كده يبقى الموضوع بالنسبة لنا متكامل بالنسبة للبمب في الحالة دي. في جزء تاني، يعني ال LR دي احنا قلنا ال LR دي برضو عشان نوضح، طالما جبنا السيمبل قدامنا، ال LR دي اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، اول فيديو احنا قلنا شرحنا البامب اللي هي equipped with LR دي، يعني ال LR دي بس هي ال LR دي يعني لازم يكون بلت ان جوه البامب وليه قيمه انا مظبوطها من الاول، انا فيكسد سيتنج اهي ال LR دي كونستانت باور كنترول ويز انتجرال بريشر كات اوف فيكسد سيتنج اهو، خلاص انا ظبطت عند قيمه معينه، خلاص بامب ديت جايه مظبوطه على الكات اوف بتاعها 270 بار، يبقى هي تشتغل 270 بار على طول وشغاله بالكيرف، اول ما توصل 270 بار هتلاقيها بتمور لوحديها على طول اوتوماتيكال يعني. لو الضغط اقل من 270 بار ترجع البامب سوفيل ايه باك تو ماكسيموم بتاع تاني وهكذا. في انواع تانية طبعا احنا هنكتفي في الفيديو ده لحد هنا، لان الاجزاء التانية برضو محتاجة مننا تركيز شوية الى حد ما. فانا بعتقد ان احنا كده وصلنا للفهم معقول، وزي ما بركز تاني بقول ان الفهم الكنترول بتاع الترومبا الـ A7V لأنها الأسهل فيهم هيساعدنا في فهم كل الترومبات التانية، وكله هيبقى سهل لو إحنا ركزنا شوية، لأن الجزء ده مهم جدا بالنسبة للدوائر الهيدروليك أو أي حاجة اللي لازم تكون البامب، طالما قدامك بامب فاريبل لازم تكون فاهمة، لازم تلتزم بالنيم بليد بتاع البامب علشان تعرف تعمل ترابل شوتنج للمشكلة اللي عندك. بس